شهد اليوم معبر رفح تدفقا لعدد من الشاحنات لليوم الثاني على التوالي متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 84 شاحنة متنوعة ما بين مواد إغاثية ومحروقات. للمزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، ما بعد تحية لازلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح والتي اتجهت إلى كرم أبو سالم ثم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث اليوم عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشاحنات، فهناك ما يقرب من 84 شاحنة من الشاحنات الإغاثية والإنسانية والتي تحمل مواد طبية ومواد دوائية ومستلزمات خيام وغير هذا، بالإضافة إلى 4 شاحنات أخرى تحمل غاز. هذه الشاحنات بالفعل قامت بتفريغ حمولتها وعادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية، ولكن نشير هنا إلى ما لاحظناه منذ قليل، وهو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تمارس الإجراءات التعسفية ضد بعض الشاحنات التي تعبر من معبر رفح، خاصة الشاحنات التي تحمل طحين. يمكن هذه هي المرة الرابعة خلال هذا الأسبوع أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع الشاحنات التي تحمل طحين أو تحمل دقيق من خلال عبورها من معبر كرم أبو سالم. يمكن بنظرة سريعة على أمس وعلى الأسابيع الماضية، فأن أمس كان هناك أكبر يوم شهدنا فيه ارتفاع لدخول الشاحنات، نتحدث عن 88 شاحنة من المساعدات الغذائية والإنسانية، هذا بالإضافة إلى وجود أيضا حوالي 11 من الشاحنات التي تحمل سولار وغاز طبيعي وبنزين، ليصل عدد هذه الشاحنات إلى 99 شاحنة. على مدار الأسابيع الماضية كان هناك تناقص كبير في عدد هذه الشاحنات، ولكن على مدار اليومين أمس واليوم فنجد هناك ارتفاعا في دخول عدد الشاحنات ما عدا الشاحنات التي تحمل دقيق. يمكن هذا ما لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.